بسم الله الرحمن الرحيم. اكاديميه مصر للتنس الارضي تحييكم. احنا طلب مننا فيديو من الاصدقاء ان ايه كوره التنس وازاي اختار كوره التنس واني سن تناسب كوره التنس. فجاءت معلومه بسيطه لازم نعرفها برضو. احنا بنعمل ثقافه الوطن العربي ككل ثقافه التنس ازاي يعرف الكوره ايه النقاط ايه. فدي برضو من ضمن المعلومات اللي احنا نقدر نتكلم عنها. كوره التنس كوره مطاطيه. كرة مطاطية وخفيفة الوزن ولونها دايما بيبقى لون اصفر وممكن اللون الابيض، ولكن اتفق الاتحاد الدولي للتنس بان الكرة تبقى صفر من ابتداء من سنة 1972 لما ظهر ان التلفزيون بقى يذيع ماتشات. الكرة ما كانش بتبان، الكرة البيضاء ما كانش بتبان في التلفزيون، فبدأ يخليها باللون الاصفر عشان تقدر تبان للمشاهدين في التلفزيون ان هي الكرة بتتحرك مع اللعيبة تبقى ظهر، فاصبحت الكرة صفر. واصبحت متعارف عليها في جميع الملاعب دلوقتي في جميع الوطن في جميع دول العالم الكره الصفراء. وفي كور بيضاء بس قليله جدا، لكن الموجود حاليا الكره الصفراء. بتكون لون الكره صفراء عشان البث التلفزيوني، وهي شكلها دائري، شكل الكره دائري ومكسوب اللبات. ماده اللبات دي ماده يعني اسفنجيه كده بحيث تبقى خلاها مطاطه. وتتكون من الخارج شكلها منتظم، شكل الكره منتظم من الخارج، وتكون اجسامها يعني جسم الكره يعني متصله بدون خيوط، ويتراوح قطر الكره يعني القطر بتاعها ما بين 6 سم و35 من 100 و6 سم و67 من 100. اما وزن الكره بيكون يتراوح ما بين 56 جرام و7 من 10 الى 58.5 جرام تقريبا، ده الوزن بتاع الكره. طيب بالنسبه للاطفال احنا بنبدا الكره الصفراء دي بتبدا من سن تحت 14، ممكن يلعب بالكره الصفراء عادي ما فيش مشاكل، من تحت 14 سنه فيما فوق يلعب بالكره اللي هي متفق عليها في الاتحاد، اللي احنا قلنا القطر بتاعها بيبقى حوالي 6.35 من 100 او 6.67 من 100، ده بالنسبه للقطر. ووزنها تقريبا بيبقى حوالي 56.7 من 10 او 58.5 بالنسبه لوزن الكره. دي اتلعب تحت سن 14 سنه فيما فوق، يبقى اتلعب بقى لحد الرجال. اما بالنسبه للميني تنس الاطفال بتبقى الكره بتاعتهم كره اسفنجيه مصنوعه من الاسفنج الخفيف، بحيث وبتبقى جميع الالوان ما بيرتبطش بلون واحد بس معين، ممكن اللون الاحمر واللون الاخضر واللون الاصفر الاورنج. ليه بنحط الوان كتير؟ عشان نعمل عمليه المرح والفن ونخلي العيل عنده انترستنج، يعني عمليه تشوق للعبه ان احنا نحط له الكوره متلونه اكتر من كوره وكده. والكور كلها بتبقى خفيفه جدا في الكور الميني تنس، كور خفيفه جدا. طب الميني تنس ده بيبدا من 5 سنوات تقريبا لحد 12 سنه. ده بيستخدم هذه الكره الاسفنجيه الخفيفه، بتبقى وزنها تقريبا يتراوح ما بين 45 جرام و 5.5 جرام الى حوالي 50 جرام. دي بالنسبه للكره الميني تنس. جميع الالوان، واحنا قلنا في الميني تنس اصفر اخضر احمر اي لون من الموجود. اما بالنسبه للتنس الرجال الكبار لازم اللون يكون موحد، وهو اللون الموحد للاتحاد الدولي للتنس هو اللون الاصفر. وممكن برضه في بعض اوقات بنلعب باللون الابيض، بس دي مش متداوله جدا، ولكن معظم الكور الكره صفراء. ومعلومه ثانيه ان الكور دي ما بتتصنعش معظم الصناعه في شرق اسيا، لان الماده المطاطيه اللي بايديها او الماده اللي هي بتكسوها الصفراء اللي بتغطي اللي هي الشعر اللي بيغطي الكوره الاصفر ده، دي ماده بتتعمل من كذا حاجه من كذا ماده متواجد في جنوب شرق اسيا او في اسيا في قاره اسيا متواجده جدا، وبتصنع هناك وبتجي لنا من هذه الاماكن. شكرا، وان شاء الله في فيديو اخر.